أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتير منا يا جماعة بيقع في المشكلة اللي أنا هقول عليها دلوقتي. واحد سافر أي بلد من البلاد العربية، الكهرباء بتاعتها 110، يعني جميع الأجهزة بتشتغل على 110. يجيب مكنة صغيرة، يجيب سشوار، يجيب مش عارف راديو صغير، حاجات صغيرة كده ممكن بتشتغل على 110. نيجي شغالة هنا، ما تيجي شغالة ممكن تتحرق لو شغلناها على 220. فطبعا ممكن واحد ياخد باله ويغير يعني يشغلها على 110، سواء يجيب لها محول او ترانس خارجي، او يغير الترانس الداخلي اللي بيشتغل على 110 يغيره بواحد 220 ويطلع نفس الخارج. بس ساعات في حاجات ما بيبقاش فيها ترانس، بتاخد 110 وهي بتطلع عن طريق دايرة باور داخلية، بتطلع علينا الفولت اللي احنا عايزينه في تشغيل هذه المكنة. فاحنا كده لازم نركب لها محول او ترانس خارجي. فالحمد لله احنا عندنا فكرة هقولها لكم دلوقتي. لو عندنا ترانس كده، ده بيشتغل على 0 117 220، يعني عندنا لما نيجي نوصل هنوصل الطرفين دولك. طيب لو احنا في اي بلد بره بتكون بتشغل على 110، هنا طبعا 117، بين ايه؟ بنوصل الطرفين الوسط والزيرو. طيب اما يجي في مصر احنا هنستغل الفكرة دي. في بعض الترانسات القديمة بتكون موجودة عندنا في اي جهاز نشتريه ونستفاد من الفكرة اللي اقول لكم عليها دي. هنعمل ايه يا جماعة؟ اول حاجة ادي الباور فيش اهي، هنوصلها ب 220 كده، والطرف الثاني بطرف الارض اللي هو الزيرو. الزيرو طبعا هنغطي الطرف دوك لان ده كده بيبقى فيه كهرباء، هنغطيه. احنا بقى هنعمل ايه؟ هنجيب فيشة كده يا جماعة تانية، فيشة انتاية، وهنعمل الفكرة دي كده. هنحط الطرفين، الطرف الزيرو والطرف 110 اهو، اعملها وارجع لكم اهو يا جماعة. ركبنا السلكتين همك، خدنا الزيرو وخدنا 117 اللي هم بنسميهم 110. هنلاقي يا جماعة ونحط كده الكهرباء اهو، حطينا الكهرباء 220 كده، وصل الترانس على الطرفين الجانبين دولك، الزيرو وال 220 كهرباء عمومية بتاعتنا احنا. احنا بقى عندنا مكنة او اي آلة او اي جهاز بيشتغل على 110، ممكن يا جماعة نوصله بالفيشه النتايه ديك على الطرفين هنا زي ما احنا شايفين كده اهو. بصوا يا جماعه كام؟ 113، يعني 110 هنا هو نقدر نشغل اي جهاز 110 فولت، بيشتغل على 110 فولت، ولا نشتري محول ولا اي حاجه، ونوصله بالفيشه العاديه مثلا مكنه حلاقه سشوار. بس طبعا الامبير اللي احنا الحاجه اللي هنركبها هنا امبيرها يكون مناسب لامبير الترانس اللي احنا هنركبه، ممكن يكون عندنا في اي جهاز قديم او ممكن احنا نشتريه. ارجو ان تكون الفكره دي عجبتكم وتحل مشكله لما نجيب جهاز بيشتغل على 110 وفي مصر ما عندناش 110. هنعمل له الفكره دي كده يا جماعه،
ناخد الطرفين الجانبين الزيرو وال110 ونطلعهم ايه، ونطلعهم على فيشه كده انتازه كده، وناخد منها ونشغل منها. والناحيه الثانيه حتى لو الناحيه الثانيه دي بايظين يا جماعه، اللي هو الخارج بتاع الترانس طبعا هنا 018، مش مهم، احنا اهم حاجه نستفاد بالخاصيه دي. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.